السلام عليكم. تستمر منافسات بطولة الاتحاد العربي السوري للشطرنج بشهر رمضان، بطولات مميزة. رح نلقي الضوء اليوم على نوعين من البطولات، هنا بطولة البوليت 3 دقائق زائد ثانيتين اللي عم تصير كل يوم مساء، وبعدها مباشرة بتصير بطولة البوليت. طبعا بطولة البليتس برعاية وإشراف الأستاذ صلاح الدين أسعد، وبطولة البوليت بإشراف الأستاذ رولا محمود. كان في منافسات قوية بالبطولات، بالبطولة الأولى وبالبطولة الثانية كان في مشاركات مميزة من معظم اللاعبين السوريين. طبعا كان في منافسة، رح أترككم الآن مع إحصائية بسيطة للبطولات ونتائج البطولات بالفرعين بالبليتس والبوليت. هلا رح اترككم مع مباراة جميلة فيها هجوم جميل وكشمات جميلة جدا من اللاعب رودي بكر من حلب. طبعا هون في عنا كشمات لأنه الوزير مربوط. شكرا للمشاهدة، انتظروا مزيد من التغطية الإعلامية لهذه البطولة قريبا، وإن شاء الله رح يكون في فيديوهات عديدة خلال الأيام القادمة. نلتقي مجددا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.